صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وغادي يكون هذا الفال ديالكم صحة عتبة، حظ عاطفة او حياة زوجية وادارات او عمل او مؤسسات تعليمية ومحاكم. ان شاء الله فالكم فال خير، ان شاء الله فالكم فال ايجابي. وغادي نبداو الفال مع صاحبة البشرة البيضاء. إن شاء الله هي البيضاء يكون فالك فال خير، وإن شاء الله فالك فال إيجابي. غادي تكوني أنتي هادي، وهذا غادي يكون البيت ديالك أو العتبة، وهذا الحظ ديالك أو الزهر، ثم الحياة العاطفية أو الزوجية ديالك، والإدارة أو العمل أو المؤسسة التعليمية والمحاكم. إن شاء الله فالك خير يا البيضاء. هذا قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله، قلبك تخمامك يأتيك الله. قلبك هنا على خبار، كتنتظري خبار بفارغ الصبر، كتفكري في رجل أسمر، وعندك لقاء مع طبيب أو محامي أو فقيه أو رجل مسؤول. غادي تكوني كثيرة التفكير هاد الأيام هادي. كنشوف يعني نفسيتك غادي تكون مشغولة بشخص أبيض، ممكن يكون أخ أو زوج أو حبيب أو ابن ديالك هذا أو الأب ديالك. فهاد الشخص الأبيض غادي تكوني حاملة همو، عنده مشاكل، غادي يكون شوية عصبي، أو غادي يكون نفسيته غير مرتاحة، وحتى انتي غادي تكوني هزة ليه الهم، وممكن يكون عنده خصاص مالي هاد السيد هذا. قريبا الا كان مريض هاد الشخص انتي اللي هزة الهم ديالو، هاد الشخص اللي هو ابيض، قريبا غادي يكون عنده تشافي، قريبا الحياة المادية ديالو غادي تحسن، قريبا إلا كان ناوي شراء شيء ثمين وكان عنده بلوكات عليه، قريبا غادي يشري هاد الشيء اللي هو ثمين. وكذلك حتى إلا كان كينتظر رزقة كانت عنده بلوك عليها من زمان، فهاد الرزقة هادي رجع له عن قريب. فخلي نفسك مرتاحة، ما تعذبيش نفسك بكثرة التفكير في الغير، ففكري في نفسك أكثر ما تفكري في المسائل الخاصة بالناس أخرين، فهذا كيأثر لك على صحتك. فكل واحد مسؤول على مشاكله، كل واحد قادر أنه يحل المشاكل دياله، وانت حرة في الحياة ديالك، ما تألميش نفسك، الأمور راها غادي تحسن بالنسبة لهذا الشخص هذا. بالنسبة للعتبة فكنشوف هنا غادي تكوني فرحانة بهذا الشخص الأسمر اللي ممكن غادي يدخل العتبة. هذا الشخص هذا كيفكر فيك على نجوم الليل، كيفكر في العتبة، كيفكر في الزيارة ديال البيت ديالك. ممكن يكون قبل وقع بيناتكم سوء تفاهم انت وهذا الأسمر، كيف ما كان كنشوف هذا الأسمر كيصلح من الحياة ديالو، كيحاول يصلح من التعامل ديالو معك. فحتى لو كان غدار أو كان أناني أو دار لك شيء ألمك، فكنشوفه كأنه سيطلب السماح، رجع بشكل جديد، رجع بشكل إيجابي. وكنشوف كذلك هنا كاين رجل حنطي اللي حتى هو كيفكر لك في العتبة. هذا الرجل الحنطي هذا كيفكر انه يتصل بك، وممكن يكون عندك لقاء معاه يوم الثلاثاء او بعد ثلاث من بعد ثلاث ايام من الان، او بعد ثلاث ساعات من رؤيتك للقراءة. كنقول كذلك للحظوظ، فالحظوظ عندك حظوظ كثيرة فيما يخص السفر والتحركات والتنقلات، او اشياء عندك في البلاد البعيدة فغادي تظهري عليها. وكذلك بالنسبة للمغتربات عندكم حظوظ كثيرة هاد الأيام هادي. كنقول البعض فيكم الرجل السمر هذا إلا شفتي خلافات معه، فراه كاين اللي غادي يدير بيناتكم سحر تفريق، أو كيدير بيناتكم أسحار حتى أنه يبعد عليك هاد الأسمر هذا.
واخا يكون عندك معاه حظوظ، فمن الناحيه العاطفيه كيبغيو يدمروك، لا انتي ولا الاسمر كيف ما كان، يكون حبيب يكون زوج اخ او اب، او فكاين اللي باغي ياثر على العلاقه ديالكم لانكم متفاهمين او متوالمين انتي وهاد الاسمر هذا. كنشوف اي وحده عندها حاجات اداريه مع مسؤول، مع محامي، مع طبيب، مع رجل اداري، فغادي تظهري من هاد الناحيه هادي مع هاد الشخص هذا، عندك اشياء جديده، عندك تغييرات الى الاحسن مع هاد الشخص هذا، وهذا الشيء بعد 5 اوقات، يمكن 5 ساعات او 5 ايام او يوم الخميس، فكل ما يخص شيء عن التطبيب او مع محامي او مسؤول او رجل اداري، فالامور غادي تكون ظاهره عندك. بالنسبه للحياه العاطفيه اللي ما عندهاش حبيب، كاين شخص جديد داخل في الحياه ديالك وغادي تهضر لك عليه، مراه كبيره في السن، انت كتعتقدي ان هذه المراه هذه كتبغي لك الشر وحاسداك او كتشوفيها سيئه، ولكن عن طريقها غادي يكون هذا الشخص هذا اللي هو جديد اللي ممكن تعرفي عليه. وبالنسبه اللي عندها حبيب او زوج، فعندكم اشياء جديده عاطفيه، وغادي تكتشفوا في الحبيب او في الزوج ديالكم اشياء جديده، واخا تكوني عايشه سنين مع الزوج ديالك غادي تكتشفي حاجات اللي هي جديده، ولكن حاجات اللي هي ايجابيه ايضا. بالنسبه اللي كتسال على الحب والغرام مع رجل ابيض، وانت خايفه وكتقولي ما عرفتوش كيبغيني او ما كيبغينيش، فالحب كاين مع الابيض كيف ما كان. كنتي كتسالي على شخص كتقولي واش كاينه شي معزه، واش كاين شي حب، واش هاد الشخص هذا يعني كيعاملني بالمثل، فهاد الابيض هذا راهو نظرت له اليك ايجابيه، تيبغيك، كيعزك بزاف كيف ما كان، كان حبيب او كان زوج او كان اخ او كان اب او رجل كتعاملي معاه، فنيته صافيه. وكنشوف هنا عندكم مراه او بنت غادي تفرحوا الفرح ديالها. الا كانت عندك بنت فممكن يكون عندها خطوبه او زواج، وممكن البعض فيكم غادي تكون عنده مداخله مع هاد السيده هادي او هضره وكلام هاد الايام هادي، فعندك معها ارزاق، عندك معها حاجات ايجابيه. بالنسبه اللي حاطين ورقهم على الطلاق في المحكمه، فالطلاق سيتم بالنسبه اللي عندها الرجل الابيض النحيف، فالطلاق غادي يتم. عندكم مشاكل في محاكم، عندكم مشاكل في الدراسه، مشاكل في العمل، خصومات، غيار، فشويه المسائل هذه سلبيه. هنا فقط اللي عندها اوراق كتنتظرهم من رجل حنطي، فالاوراق هادو غادي تظهري عليها او غادي تربحي القضيه مع هذا الرجل الحنطي. الا عندك قضيه او اوراق او حاجات قانونيه مع رجل حنطي، فالامور غادي تكون للصالح ديالك. واللي هي مثلا كتنتظر رجوع من رجل حنطي، فغادي يكون رجوع ولكني مازال متاخر شويه، اما هو كيفكر في الرجوع وكانه باغي يادبك، يدير لك التاديب. اما هو مازال غادي يرجع هذا الحنطي هذا اقصى حد شهر 5، يعني اقصى حد غادي يكون هذا الطليق ديالك اللي هو حنطي مازال كيفكر، يعني ممكن 5 الايام، ممكن 5 الاسابيع او 5 الاشهر يكون بيناتكم رجوع انت وهذا الحنطي هذا. فهذا مجال الفال ديالك يا البيضاء، فقلنا هوني على نفسك، لا تفكري في الغير، وخصوصا هذا الرجل الابيض اللي هو شغلك بزاف، فالامور ديالو واخا هي عنده عكوسات، واخا عنده غيار، واخا يكون متمرد، فهذا الشخص هذا الامور ديالو يعني قريبا، الا كان مريض غادي يكون عنده تشافي، الا كان عنده خصص مالي، عنده حاجات ايجابيه ماديه، الا كان باغي يشري ارض او سياره او محل او دار، فالامور ديالو محلوله جدا، فلا تفكري وتدمري انت النفسيه ديالك. حتى فيكم كاينه اللي كتفكر في شراء بيت وحامله الهم لهاد المساله هذه، فكري، ولكن ماشي لدرجة انك تأثري على النفسية ديالك وتدمري راسك براسك. كنقول هنا كاين رجل اسمر راهو كيفكر يدخل العتبة، كيفكر فيك على نجوم الليل، حتى الا كان هذا الرجل الاسمر
كان بيناتكم غيار او كان دار لك حاجه ضراتك او الماتك او كان غدرك او كان اناني، فهو راجع بشكل جديد، راجع بشكل ايجابي، باغي يطور من التعامل ديالو معك. ولكن بالنسبه للحظوظ كنشوف غادي تكوني محظوظه مع هذا الاسمر، ولكن كاين ناس اللي مازال تابعينك مع هذا الاسمر بالسحر، سحر تفريق او سحر حتى انك ما تكونيش مزيانه مع هذا الشخص اللي هو اسمر. كيفما كان قلنا، وقلنا هنا كاين رجل حنطي اللي حتى هو كيفكر في العتبه، كيفكر فيك، مازال غادي يتصل بك هذا الحنطي. ممكن يكون هذا الاتصال بعد 3 ساعات او 3 ايام او يوم الثلاثاء، غادي يكون اتصال مهم جدا مع هذا الحنطي هذا. قلنا بالنسبه للحظوظ عندكم حظوظ بخصوص الاصفار وخصوص التنقلات، وكذلك بالنسبه للمغتربات عندكم حظوظ كثيره جدا هاد الايام هذه. قلنا بالنسبه للاسمر غادي يكون عندك معاه حظوظ، ولكن كاين اللي باغي يخسر بينك وبين هذا الاسمر، كاين اللي باغي يفارقكم. وتنقول اللي عندها اشياء مع فقيه، محامي، رجل مسؤول، رجل اداري، فعندك معاه حاجات ايجابيه. المشاكل اذا كانت عندك مشاكل قانونيه او اداريه، ف مع هذا السيد هذا الحلول غادي تكون بعد 5 ايام او 5 الاسابيع او ماكسيموم 5 الاشهر، الامور ديالك غادي تكون محلوله. قلنا بالنسبه للحياه العاطفيه، البنات اللي ما عندهمش حبيب، ف كنتي مطلقه عازبه او ارمله، فكاين شخص جديد اللي غادي يدخل في الحياه ديالك. وبالنسبه للمتزوجات واللي عندهم حبيب، فعندك اشياء جديده مع الحبيب، مع الزوج ديالك، او غادي تكتشفي حاجات جديده في هذا الحبيب او في الزوج ديالك. قلنا اللي عندها الابيض فكتسالي او انت خايفه وكتقولي واش هذا كيبغيني او ما كيبغينيش، فالحب قائم، هذا الابيض هذا راه كيبغيك، مازال بينك وبينه حاجات ايجابيه. ما قلتهاش قبيله، يقدر يكون مشغول مع امرأة اخرى، ولكني هاد المرأة هادي كأنه سلبه، ولكني مازال هو في طريقك. وتنقول لكم كاينه عندكم بنت او مرأة غادي تساعدوا معاها، عندكم معاها ارزاق، عندكم معاها خير، ممكن هاد المرأة تساعدكم في حياتكم العاطفية. بالنسبه للاداره، المحاكم، العمل، المؤسسه التعليميه، كاين عندكم غيار، كاين عندكم فشل، كاين عندكم حاجات اللي هي سلبيه. اللي عندها اوراق حطاهم على الطلاق مع الرجل الابيض الناحف، فالطلاق سيتم. اللي عندها اوراق مع رجل حنطي، فالاوراق غادي تفوزي، غادي تكون عندك نصره على هذا الشخص الحنطي. واللي عندها الحنطي وهذا الطليق ديالك وكتقولي واش غادي يرجع، هو كيفكر في الرجوع ولكني ماشي الان، اذا الرجوع غادي يكون بعد على الاقل 5 الايام، 5 الاسابيع، وماكسيموم 5 ديال الاشهر او في الشهر 5. هذا كان الفال ديالك يا البيضاء، ونشوفوا الفال ديال الحنطيه. فغادي تكوني انت هذه هي الحنطيه، وهذه العتبه ديالك، والزهر، والحياه العاطفيه ولا الزوجيه، والاداره، المحاكم، المؤسسه التعليميه، والعمل. ان شاء الله يا الحنطيه فالك خير وفالك ايجابي. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا قلبك على فلوس، كتفكري في رجل اسمر، وعندك انتقال من مكان الى مكان، او غادي يكون عندك سفر. الصحه ديالك ممتازه جدا، غادي تكوني ايجابيه، غادي تكوني سعيده في الايام المقبله، غادي تكون عندك نشاط وحيويه، وغادي تقدري تخلصي جميع الامور ديالك والاشغال ديالك بسهوله. وممكن ما تعتمدي حتى على شي حد، يعني غادي تكوني قادره على تحمل المسؤوليه. غادي تفرحي باتصال من عند امراه بيضاء،
غادي يعجبك هذا الاتصال او هذه المكالمه هذه. وكنشوف الحنطيات اللي كانت عندهم مشاكل مع رجل حنطي، كيفما كان اب اخ زوج حبيب او ابن، فهاد المشاكل هذه خارجه وكاين تصالح وكاين تسامح بينك وبينه. كنشوف العتبه، ردوا البال في العتبه ديالكم لان كاين عليها طاقه سلبيه، كاين شوي خلافات عائليه، كاين شوي سوء تفاهم مع الافراد ديال العائله. كنشوف هنا الرجل الاسمر اللي انت دايره في بالك كيف ما كان، فراه كاين بيناتكم سحر او كاين بيناتكم غيار او كاين بيناتكم مشاكل او بلوكات انت وهذا الاسمر هذا. واما بالنسبه للحنطي فكنشوف عندك معاه تواصل، اتصالات، ممكن لقاءات، مكالمات هاتفيه، كيشوف لك كيبغيك هاد الحنطي كيف ما كان. فقط انت كنشوفك شويه رد عليه بالضر او غير مهتمه. بالنسبه للحظوظ، عندكم حظوظ ماليه كثيره، عندكم ارزاق داخله لكم كثيره، غادي تكونوا محظوظين من الناحيه الماديه من الناحيه الماليه، عندكم تغييرات الى الاحسن. كاين اللي كانت كتنتظر اوراق او رخص او جنسيه او اقامه او فيزا او شهاده او رخصه، هذه الامور جيده غادي تحصلوا عليها. وعندكم كذلك مناسبه غادي تفرحوا عليها بزاف او عزومه غادي تفرحوا عليها بزاف، وكاين خبر كذلك مهم كتنتظروه غادي تفرحوا عليه. بالنسبه لحياتكم العاطفيه انتبهوا من دخول طرف ثالث في الحياه ديالكم، كيفما كان الحبيب ديالك فانتبهي من هذا الطرف الثالث اللي باغيه تخرب عليك. وكنقول خصوصا خصوصا اللي عندها زوج او حبيب ابيض، انتبهي من بنت او سيده انت كتعرفيها غادي تدخليها في حياتك وغادي تدمر لك الحياه ديالك، او كاين طرف ثالث غادي يدخل هاد الايام في الحياه ديالك. كنشوف واخا يكون هذا الابيض كيبغيك، واخا يكون الحب بيناتكم كبير، فكنشوف شي وحده غادي تدخل غادي تبغي انها تخسر العلاقه بينك وبينه. كنشوف اللي كتنتظر رجل ابيض يكون اب اخ ابن او حبيب او زوج، هذا كتنتظري المجيء ديالو من البلاد البعيده، فالمجيء ديالو غادي يكون. كذلك كنشوف هنا اللي باغا مثلا تمشي عند فقيه او عند طبيب او مثلا مسؤول، باغيه تهضري معاه في اي شيء خاص بالبلاد البعيده او خاص بالسفر او خاص مثلا بالاقامه ديالك في بلاد الغربه، فالامور غادي تكون جيده هذا الاسبوع هذا. والبنات اللي ما عندهمش حبيب كنشوف رجل اجنبي او في البلاد البعيده غادي يكون حب واعجاب بينك وبينه. كنتي عازبه او ارمله ومطلقه ما عندكش الحبيب، فغادي يكون اعجاب من هذا الشخص اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده. عندكم مشاكل اداريه، عندكم مشاكل في العمل، عندكم مشاكل في الدراسه، الامور ما عجبانيش لا في الدراسه ولا في المحاكم ولا في العمل. كنشوف اللي واقفه على الطلاق وحاطه الوراق ديالها على الطلاق مع الرجل الابيض، الطلاق سيتم. كنشوف اللي كتنتظر فلوس او نفقه او حاجات على طبله المخزن، فكاين شويه تاجيل، كاين شويه تاخير. كنشوف كذلك كاين معكم في العمل رجال او اشخاص اللي باغي لكم الشر او ما باغينكمش تنجحوا في العمل ديالكم، فانتبهوا خصوصا من عنصر الرجالي، انتبهوا من المسؤول او المدير ديالكم، كونوا لبقات معاه. وكاين حتى رجل اخر معك في العمل كانه كيهضر بالسوء عليك على رب العمل او المدير ديالك، فهذا ما قال الفال ديالك يا الحنطيه. قلنا الصحه غادي تكون ممتازه، حالتك النفسيه ممتازه، صحيا ممتازه، غادي تكوني نشطه، غادي تكوني كتقدري ديري الاعمال ديالك بوحدك، غادي تكوني مسؤوله على الامور ديالك، لن تحتاجي مساعده. كنشوف كذلك هنا عندك خبر من سيده غادي تتصل بك، غادي يفرحك بزاف هذا الاتصال من عندها. وقلنا رجل حنطي كنتي مخاصمه معاها وكان سوء تفاهم بينك وبينه كان مأثر على النفسيه ديالك، فهاد الخصام او هاد التوتر بينك وبينه زائل. كنشوف العتبه اللي فيها شي شويه نقاشات مع الاهل، فعندكم شويه طاقه سلبيه على العتبه. وقلنا بالنسبه للاسمر ف
فالاسمر واخا يكون هذا الاسمر كيف ما كان حبيب زوج اخ ابن او الاب او دي، هذا الاسمر هذا كاين بيناتكم طاقه سلبيه او كاين سحر تفريق بينك وبين هذا الاسمر هذا. وكنقول لك بالنسبه لهذا الحنطي، فالحنطي كاينه مكالمه هاتفيه معه كيف ما كان الحنطي، ممكن بعد 3 ساعات من رؤيتك للقراءة أو 3 أيام أو يوم الثلاثاء غادي يكون بيناتكم اتصالات وهواتف كثيرة جدا، اتصالات هاتفية غادي تكون كثيرة جدا مع هذا الحنطي هذا. بالنسبة للحظوظ المالية مزيانة عندكم من الناحية المادية والمالية، الأمور جيدة جدا، عندكم تغييرات إلى الأحسن، عندكم اجتماعات، عندكم لقاءات فيها خير. اللي كنت كتنتظر اوراق كيف ما كانت هذه الاوراق جنسيه اقامه فيزا او شهاده او رخصه، فغادي تحصلوا على هذه الاوراق بامتياز بحاجه ايجابيه. وكنشوف ممكن تكون عندكم عزومه او مناسبه، وكذلك غادي تسمعوا خبر مهم غادي تزهروا عليه وغادي تسعدوا على هذا الخبر هذا. بالنسبه للحياه العاطفيه كنقول داخله لكم امراه في حياتكم العاطفيه، فانتبهوا من هذا الطرف الثالث، خصوصا اللي عندها الابيض، واخا يكون الحب بينك وبين هذا الابيض هذا. تنقول اللي كانت كتنتظر الابيض اللي هو في البلاد البعيده او اجنبي كتنتظري المجيء ديالو فهو جاي. وتنقول كذلك اللي عندها اشياء مع فقيه محامي مسؤول رجل اداره بخصوص السفر او بخصوص البلاد البعيده، فالامور غادي تكون جيده. بالنسبه لاداره المحاكم والعمل عندكم شويه مشاكل، اللي حط الاوراق ديالها على الطلاق مع الرجل الابيض الطلاق سيتم، اللي كتنتظر نفقه او رزقه عن طريق مؤسسه او اداره او محكمه عليها شويه تاخير. انتبهوا هذوك الموظفات او العاملات كاين هنا جوج درجال اللي هما ضدكم، انتبهي من المسؤول ديالك ما تخطئيش، ما تكونيش عصبيه معاه، وكاين شخص اخر اللي باغي يدمرك او باغي يحطمك او كيهضر عليك بالسوء عند رب العمل ديالك. فكان هذا الفال ديالك هي الحنطيه، وغادي نشوفوا الفال ديال السمراء. ان شاء الله السمراء يكون فالك خير، ان شاء الله فالك ايجابي. غادي تكوني انت هديه السمراء العتبه الحظ او الزهر والحياه العاطفيه او الزوجيه والاداره والمحاكم والعمل والمؤسسات التعليميه. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. هنا قلبك على فلوس او حاجه ماديه كبيره، تفكيرك سلبي وقنطانه، وغادي تكوني شويه مغيره او متالمه هاد الايام هادي، فما غاديش يكون عاجبك الحال. من ناحيه الصحه تقولي انا مريضه او لا، ما كاينش عندك مرض، ولكني مأثر عليك هاد الايام السحر والعين والحسد. فإلى حسيتي مثلا بآلام أو ضرر فكل جاي من العين والحسد والسحر. أما مثلا تقولي عندك مرض عضوي فلا أرى مرض عضوي. بالنسبة اللي كتنتظر حمل، فتنقول الحمل مازال غادي يكون، ولكني مازال خصكي ديري علاجات، يعني تبعي، يعني تبعي مع طبيب. وكاين فيكم اللي يعني ماشي الطبيب هو العلاج ديالها، فانت راكي عارفه راسك هذيك اللي درتي محاوله وجوج وثلاثه عند الطبيب وباءت بالفشل، فانت علاجك ماشي عند الطبيب، فعلاجك روحاني. والبعض فيكم اللي هي
متبعه عند الطبيب لاول مره، فاستمري مع الطبيب. كنشوف هنا العتبه داخل لكم رجل بفرحه كبيره، فكاين البعض فيكم اللي غادي يكون عندها زواج مع رجل ابيض عريض الاكتاف، انت عندك فرص الزواج كبيره جدا. واخا كتشوفي ان هاد الابيض هذا شوي عصبي او يعني قاسح في الهضره ديالو، او كتشوفيه شديد في الكلام ديالو، ففي الاصل راهو كيبغيك، واخا ديك الشده باغي معاك الزواج، باغي معاك حياه شراكه. ف كنشوف يعني واخا يجي العتبه وتشوفي ان التصرفات ديالو شويه صعبه، ولكن هذاك هو طبعه. فالاغلبيه فيكم هنا كنشوف عندهم زواج مع هذا الابيض عريض الكتاف، داخل عندكم خطوبه او عندكم تمام زواج. كنشوف عندكم كذلك البنات او السيدات عندكم فرحه في العتبه، ف شي فرحه غادي تكون عندكم بلا هادو اللي عندهم زواج مع هذا الابيض. كاين عندكم فرحه كبيره في العتبه، ممكن عيد ميلاد، ممكن نجاح، ممكن حفله، ممكن شراء بيت، ممكن تغيير عتبة وغادي تفرحوا عليها. وكنقول لكم كذلك المرأة اللي كاينه معكم في البيت اللي هي كبيرة، جيتها رزقة كبيرة جدا، وممكن أنها تمنحكم هبة أو هدية من هاد الأرزاق اللي هي جيتها. غادي تكونوا محظوظات مع سيدة أو بنت بيضاء، فغادي يكون عندكم حظوظ مع هاد السيده البيضاء او هاد البنت البيضاء، غادي يكون عندكم معها جلسات، معها اجتماعات، معها لقاءات، واخا شويه يكون بيناتكم نقاشات فلا ضرر في هاد النقاشات، شي شويه اللي او خلافات، ولكن الحظ راه كاين مع هاد السيده هاد الايام هادي. كنشوف اللي عندها حاجات مع فقيه او طبيب او محامي او رجل ابيض نحيف، هذا عندك معاه مشاكل كبيرة جدا، عندك معاه غيار، عندك معاه فراق، عندك معاه تذمر، غادي يكون الاتصالات منه بزاف، ولكن دائما غادي يكون مشاكل مع هذا السيد هذا. بالنسبة للحياة العاطفية غادي يكون عندك دائما اتصالات هاتفية او هضرة وكلام مع الزوج ديالك، او الا كان الحبيب ديالك غادي يكون اتصالات كثيرة معاه. كنشوف اللي عندها الحنطي وكنتي كتنتظري المصالحة، المصالحة راه كاينة، الا كنتي كتنتظري الرجوع ديال الطليق الرجوع كاين. هاد الحنطي هذا ممكن يهاديك او يعطيك مبلغ مالي. كنشوف كاين اللي عندها الاسمر وشاكه وكتقول هاد الاسمر واش فيه خير ولا لا، هو كيبان شويه اناني ولكني الحب راهو كاين. ولا عندك اوراق مع هاد الرجل اللي هو اسمر يكون حبيب او زوج، فهاد الاوراق اللي بينك وبينه راه عليها خير. كنشوف بالنسبه للعمل، المحكمه او المؤسسه التعليميه او الاداريه، عندكم اشياء لا باس بها، متوسطه الامور مزيانه. وقلنا الحنطي راه كاين عندك معاه رجوع وكيفكر فيك على نجوم الليل، كنتي مخاصمه مع الحنطي كاين تصالح، كتقولي واش كيبغيني ولا ما كيبغينيش، راه الحب كاين، كتنتظري اتصال منه، راه غادي يتصل بك هاد الحنطي هذا. اللي عندها اشياء مع رجل اسمر في العمل او في محكمه او في اداره مع هذا الرجل الاسمر، فكاين عندك معاه شويه صعوبات، كاين عندك معاه نقاشات، كاين عندك معاه بلوكات مع هذا الرجل الاسمر هذا. واللي كتنتظر انتقال عن طريق العمل او كتنتظر مثلا سفر، فالسفر مفتوح وفيه خير، بعد ما كان عندك بلوك فيه فالسفر مفتوح وعندك فيه خير. وكنقول للمغتربات جيتكم هاد الخمسه ايام حظوظ كثيره، خصوصا يوم الخميس، ما تخسروش الفرصه اللي غادي تجيكم خصوصا يوم الخميس. فكان هذا الفال ديالك يا السمراء، قلنا من ناحيه الصحه فانت صحتك عاديه، انت خايفه من مرض عضوي، ما عندكش مرض عضوي قد ما غادي يكون مرض روحاني، ما اثر عليك السحر والحسد والعين، وهذا هو اللي كيضرب لك الصحه ديالك. كنشوف اللي هي متمنيه حمل، فمازال غادي يكون عندك حمل،
نتوما اللي سنين وانتوما كتعالجوا العلاج ديالكم ماشي عند الطبيب، علاجكم روحاني، وكاين فيكم اللي اول مره غادي دير علاج فغادي يكون عندك بنجاح ومازال غادي تحملي. وكنشوف فيكم اللي عندها ولاده قريبه، كنشوف هنا فيكم كاين اللي عندها زواج مع الابيض عريض الكتاف، واخا تشوفيه شويه شديد في الكلام وقاسح وسلطوي، ولكن قلبه طيب. هذا الابيض هذا الزواج غادي يتم، الخطوبه غادي تتم، الامور جيده مع هذا الابيض. حتى الا كان عندك مثلا حاجات مع رجل ابيض من العائله، كيف ما كان يكون اخ او اب او شيء شخص اللي هو ابيض عريض الكتاف وعندك معاه اي عمل او اي شيء، فراه بيناتكم علام الفرح، بيناتكم حاجات ايجابيه. كذلك كنقول لك المراه الكبيره اللي عندكم في العتبه، جده، ام، حامات، هذه جايتها رزقه كبيره وممكن تستفدي منها، من هاد تستفدي معها من هاد الرزقه، ممكن تعطيك هبه او هديه. كنشوف الحظوظ غادي تكون عندك مع المراه البيضاء او البنت البيضاء، عندك معها لقاءات، اجتماعات، واخا يكون بيناتكم شويه خلافات ولكن لا يضر. كنقول لك الابيض النحيف او كان طبيب او كان محامي او كان فقيه او كان شيخ او شخص اداري او مسؤول، عندك معاه مشاكل كبيره، واخا غادي يكون تواصل معاه وهضره وكلام، ولكن الامور يعني سلبيه مع هاد الاشخاص هادو. بالنسبه للحياه العاطفيه ديالك غيكونوا عندك اتصالات كثيره، سواء كان عندك الحبيب ابيض اسمر او حنطي، الاتصالات غادي تكون. بالنسبه لهذا الحنطي هو اللي باين اكثر بالنسبه للسمراء، كاين رجوع بعد طلاق، كاين رجوع بعد خصام، كاين اتصالات هاتفيه، كاين ارزاق، كاين هدايا، كاين فلوس، كاين حب من هذا الحنطي هذا. تنقول الرجل السمر كان حبيب، كان زوج، كان كأب، كان شخص اللي كتعاملي معاه بالاوراق او بملفات او حاجه خاصه ورقيه، فالامور غادي تكون زهره بينك وبينه بخصوص الاوراق. واذا كان هذا الحبيب او الزوج كان اناني وكان غدار، فكنشوف شي شويه عنده تحسن من ناحيه التعامل معك. واذا كنتي كتسالي على الحب، فالحب راهو كاين من عند هذا الاسمر، واخا يكون رد عليك بالظهر. واذا كان عندك شخص اسمر بعيد او هو اجنبي، فراه كاين المجيء ديالو او عنده سفر هذا الشخص هذا. وكنقول لك في الحياه الدراسيه او العمل او المحاكم او الادارات، الامور لا باس بها. قلنا الحنطي طبعا راه كاين رجوع، كيفكر فيك على نجوم الليل. اللي عندها الاسمر كاين بينك وبينه شويه، اللي عندها اسمر مثلا معاها في العمل او عندك حاجات معاه اداريه او هو مسؤول ديالك، مهم اسمر كتعاملي معاه اداريا او في العمل او شخص مسؤول، هذا هذا اللي شي شويه عندك معاه عكوسات او بلوكات. وتنقول بالنسبه للمغتربات، فعندكم حظوظ كثيره، استغلوا الحظوظ. والبنات الاخريات اللي كينتظروا يعني انتقال من عمل لعمل او من مكان لمكان، من اداره لاداره، كل ما يخص العمل فيما يخص التحركات، فعندك هذا الانتقال هذا، او عندك ترقيه في العمل ديالك. فكان هذا الفال ديالكم يا السمراوات، كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر، كنبغيكم بزاف. الى اللقاء.